رجعنا مع عبد اللي شو تايم. رجعنا مع عبد اللي شو تايم ورجعنا مع جو تاها كويز مع تاها فواياج والربح مع تاها فواياج. نتعداو السؤال الجديد مع حمدي حدا نشوفوا المتباري متاعنا ونستقبلوه الرابح والإجابة كانت الجمخة. نستقبلوا بعضنا بن سعد حمدي. سي سعد بن حمدي. حمدي بن سعد قدم لنا روحك وش صار بالضبط. حمدي بن سعد من منوبة، عملت انسكريبسيون على باج فيسبوك اوفيسيال نتاع تاها فواياج وكلموني جماعتي. مبروك عليك سي حمدي. الكادو اللي باش تربحوا توا، لكن تعرف اللي يلزمك تكمل تلعب الرولات باش نشوفوا حظك شنو هو. التشجيع الحمدي بن سعد. مارينا مبروك عليك الكادو ذي من تاها فواياج من اوتيل المرادي، ويكاند بور دو بيرسون. مبروك عليك. واللي يحب يربح كيما حمدي كي تفرجوا بالضبط فاش يقولوا حمدي حدا وطلعوا البلاد شنيه. عسلامة الناس الكل، اليوم مع تاها فواياج هزيتكم المدينة معروفة بالريبات متاعها، من أقدم الحصون الدفاعية في المغرب العربي، معروفة زادة البلاد هذه تولد فيها الزعيم الحبيب بورقيبة. يا لطفي ما تقوليش ما عرفتهاش البلاد. هذه سهلة برشا يا حمدي، ما لا أدخلوا في ساعة الباش فيسبوك تاها فواياج تونيزي، جاوب صحيح على اليوم تاع الفيديو وبارتاجيها كيك تدخل معنا في القرعه وتنجم تكون الخميس الجاي موجود هنا كيما حمدي بن سعد وتربح بواحد تروح بواحد من اللي كادو اللي في الرولات من اهداء تاع فواياج. واللي ناويين على عمره في شهر سيدي رمضان ما تلقاوش خير من تاها فواياج اللي تقدم لكم 8 رحلات عمره في الشهر الفضيل في احسن الظروف ليكم وللعزيز عليكم. ما لا ما غير ما تستناو امشيو من توا الاقرب اجونس تاها فواياج ولا اطلبوا 71 900 900 ولا 73 900 900. والمزيد من المعلومات ادخلوا على tahavoyage.com. واللي يحب يسافر لاسطنبول والمغرومين بالبوسفور وتوب كابي مع تاها فواياج تنجموا تمشيو وتعديو احلى ايامات شهر سيدي رمضان بوس ام بوس باسوام ما تلقاوهم كان عن تاها فواياج خاطرها نوميرو ان على تركيا من سنين وسنين. واذا مبرمجين تريزيرفيو من توا سيجوركم في الصيف في تونس بالارلي بوكينغ متاع تاها فواياج تنجموا تضمنوا فواياجكم وتتمتعوا بتسهيلات في الدفع حتى لستة اشهر. وهكا تتفداو المفاجات تاع اخر دقيقه ويكون بالكم مرتاح. ونعلمكم اللي ليكيب تاع فواياج قاعدين يحضروا لكم في بروغرام اي دي ديستيناسيون تاع الصيف من توا كيما الاردن المغرب وتركيا مصر وديستيناسيون جديده اللي ما غير فيزا وما غير مرج البرازيل. تصور روحك في البرازيل يا صاحبي. تاها فواياج عندها القناعة كاملة بأهمية تقديم أطيب الخدمات للمعتمرين في زيارتهم البيت ربي ومقام الرسول، وهكا تضمن لكم راحة البال وراحة الأبدان. تاها فواياج تمشي وترجع بالسلام. رجعنا رجعنا مع عبد اللي رجعنا مع عبد اللي شو تايم ورجعنا مع الربح. قبل ما نرجعوا مع الزنفيتي متاعنا كان تحبوا تربحوا كهربا فورد فيستا اخر ما طلعش اون مارك امريكان فورد فيستا كهربا تو توبسيون تحب تربحوها تبعث حرف ا على 85 899 وابعث بزايد
ميساجات باش تكثر في حظك. اهو قدمنا ضيفنا تاع اليوم، ضيفنا تاع اليوم. إذا سادتي أنساتي سادتي، ننتقل بكم إلى عالم الرياضة وتحديدا عالم الـ NBA. نستقبل معا بكل فخر لاعبا نعتبره شخصيا عجيبة الدنيا الثامنة، طول قامته يتجاوز طول برج إيفل وبرج خليفة. الله أكبر عليه، واللهم لا حسد إلينا وإليكم، مايكل جوردن العرب، اللاعب الدولي التونسي، معالي العملاق الكابتن صالح المجري. فخر هذا الوطن العزيز. اهو بسم ما شاء الله صاحبي الغالي. صباح عليك. استنى قربنا شويه. رجعت لي خير من عام ناوي. يا زدت تولد قسما عظما. اما ليه الصوت ولا يطلع في صوت؟ نحكي ونحكي وصالح خويا مرحبا. اغزر مستوى قد حتى هكا واطول مني. سافا يخي وكلوا فيك في شعباته في امريكا. زدت كسيح نزلت نزلت سباجيتي كالعاده. خمسه وخميس على صاحبي انتو لي كاس توجور انونا. عايش صالح المجري راهو يا صاحبي. وليه برجوليا سنة فان سيزون، انت فان سيزون فان دو واحد سميه العبره بالخواتم. العبره بالخواتم. عمل سيزون تقطع، عمل سيزون وبرفورمانس وحكايات. فان سيزون سكرتها بسيزون بيرفورمانس، فتقت فيها مواهب. نشوف عملت ما نسالش نحكي معك الند للنده. اي ما نسالش تو انا كيف بس. ليه قال لي نتكلم فيا في الريجي. نقعد نتعبك انت تولي تغزر لي كي راك ترى فينا خنافس في الدنيا ولد راكي فيها. المهم الرقيق شوفوا والله العباد كيف في التصويره يسخيلوني فرتول. اوبا هايكا عندك ساقين زايدين ظهر لي وكا من ركبه وانت وهاب نحيوك من هنا نرجعوا قد قد. عدينا البيست اوف نتاع صالح. عم صالح يا عم صالح وينك صالح؟ شوفوه من بعد. حبينا نقولوا اللي عملت سيزون حلوة برشا، خاصة في آخر سيزون. مالغري سا ليكيب تاعك ما ترشحتش. والله لطفي كيما حكينا عم ناول، يعني حاولنا من الأول باش ندخل بلاي أوف كل شيء، ومن بعديك صاروا برشا تريد، عندنا برشا جوارات فري ايجنسي، دونك جوار يولي يخمم في روحه أكثر من يخمم في ليكيب. الإدارة نتاع ليكيب فهمت هذاك عملنا بعديك برشا تريد، عملنا ظهر لي تريد نتاع 6 ولا 7 جوارات، وأنت عندك 15 جوار كهو، دونك ستار ليكيب راسك عملنا لها تريد. تريد فهمنا اش معناها تريد؟ مش نعيشوا معاك راهو يا معلم. تريد يعني تقول أنت تعطي جوار تاخذ جوار آخر. تبدل الجمعية، يعني جمعية برسك تبدل، اشترى جمعية تبدلوا. لي 50 30 عطيتوا جوار باهين، عطاكم جوار متوسطين ولا جدد ولا جدد. تعرف انت توا ليكيب لازم ثم كيمستري، يعني ثم نستنسوا بعضنا كل شيء. الشيمي بالضبط. ما فماش هذاك كي تجيب انت جوار في وسط العام، سيرتو من لي 50 30 تاعنا تقول انت 5 تيلير، عطينا 4 تريدين أربعة، لأن قاعد كان لوكا. وعلى الجمعية توصل تعمل هكا شيء؟ فهموا اللي يعني فلوس؟ نو بدتو مش مشكلة فلوس، بالعكس فهموا اللي احنا مش نوصلوا حتى شيء بجورات هذوك، محبوا يجيبوا جورات جدد وخرين يبنوا عليهم. وصلتوا حتى شيء بجورات جدد زي؟ وصلنا شيء، خاطر سي امبوسيبل، احنا وقت خذينا جورات جدد ديجا لو كونتي بون. ديجا فهمتوا معناها تحضروا العام الجاي. فوالا صحيتك. اش معناها فانت سيزون ولا معناها فانت كارير سي ولا كيف؟ فانت سيزون ولا خاطر بمكن يفهموها بالغلط العباد؟ نو فانت سيزون يعني اخر السيزون كهو.
ما زلت تلعب معناها ما زلت موجود لباس لباس خاطر فما دي ريمور خرجوا قالوا ممكن راك سمعت بهم انت ما عادش موجود في الـ في الـ NBA ودنيا سمعنا الكلام وقصوا له كونترات ودنيا وي صار في وسط العام كما قلت لك كملنا احنا التريد هذوما صاروا حكايات بون باش نفسر الحكايه في صحفيسة احنا كل جمعيه في الـ NBA عندها الحق في 17 جوار زوز 15 في الـ NBA وزوز في الدي ليج كيما تقول انت ديزيام ديفيزيون مش ديزيام ديفيزيون فسروها هكاك بالطريقه هذيك ديزيام ديفيزيون كي تعمل تريد ما تنجمش تعمل تجيب جوارات يعني باش يولي عندك 18 تنجم تجيب 18 جوار انت كي عملنا احنا تريد عطينا جوار وخذينا زوز في بلاصتو ولا عندنا 18 جوار دونك لازم ينحوا جوار من ليكيب باش يفرغوا بلاصه باش يحطوا فيها باش يجيبوا زوز اخرين دونك البلاصه هذيك فنحاوني انا على خاطر انا الجوار الوحيد اللي مازال عندي عام في الكونترا نتاعي مش عام دونك مازال ساعتها شهرين داكور داكور باش ما يخسرش فلوس خاطر انت الجوار باش نحيه باش ينحي جوار اخر باش يخلصوا فوالا صحيح باش يخلصوا اكثر من يبدا عنده عامين في الكونترا نتاعو يعني بزنس ديسيجن تشوفها انت بوينت في بزنس لازم ينحوني انا ما فماش حتى شويه فما ديسيجن انت اقل ضرر فوالا صحيح بالضبط نحاوني انا مي زوز اللي جبناهم فيهم واحد باش نحيوه دالاس يعني اوتوماتيكمون الزوج اللي بناهم اللي كبر الاخرى باش نحيوه اوتوماتيكمون ماهوش باش يلعب في دالاس بكل ماهوش باش يجي لدالاس اصلا فهمتني دونك خليه الجنرال مانجر خليه صالح باش ترجعوك 90% باش ترجع فهمتني ما نجمش نقول 100% على خاطر في الان بي اي كي تنحي جوار تعطي شونس للليكيب 29 كيب الاخرين نهارين 48 ساعه باش يصحوا له الجور هذاك يصحوا له بنفس الكونترا اللي كان عنده في دالاس يكملوا يخلصوا الفلوس اللي مازالوا وياخذوه فهمتني دونك ما ينجمش يقول لي راني مش نستناو يتعاقبوا مشيت انا روحت على روحي بعد كلمني لاجون تاعي قال لي ثم دوز ايكيب انتريسي مش لازم نسميهم دوز ايكيب بلاي اوف تو قاعدين يلعبوا في البلاي اوف بلاي اوف معناها حاجه بلاي اوف يعني تنجم توصل للشامبيونات احنا ما ترشحناش بلاي اوف من 8 لولانين نقولوا داكور معناها حاجه كبيره حاجه باهيه اما قال لي سيميو ما سيميو ما تمشيش يعني وانت تعدك ثقه فيه هذايا لاجون تاعي بيان سور هو اللي حتى العباد ما تنجمش تكلمني انا ديريكتومون لازم نكلموا لاجون قال لي مي سيميو معناها عندنا شونس نحكيو معاك ديريكتومون توا بيان سور انا نحكيو الراجل في امريكا ما تنجمش تحكي معاه ديريكتومون تحكي مع بروديكتور شوف تخلط البروديكتور وشوف ليه اجون لاجون كلمني قال لي راه ثم لي ديزوبسيون هذوما اما سيميو ما تمشيش راه عندنا باش تجينا حاجه ما خير هو عارف اللي دالاس باش ترجع باش نقول لك علاش حاجه دالاس حاجه ما خير خاطر دالاس كي تعاود تصحح لي بعد 48 ساعه يعطوني فلوس فلوس اخرين فوق الكونترا نتاعي القديم هذاك باش يخلصوني فيه يعطوني فلوس اخرين كي تاخوني جمعيه اخرى شنو فلوس اخرين فهمنا معناها تاع كونتراتو جديد ولا صحيت فلوس تاع كونتراتو جديد تاع كونترا جديد لاخر السيزون فهمت فهمت الحكايه كيفاه كي تاخذك تفتوفه باه كي تاخذك جمعيه اخرى تاخذ جمعيه اخرى باش نقول لك ولا باش نقول لك خاطر موجوده حتى في جوجل موجوده يعني حاجه خاطر سينو نفس على جوجل نهبطها نو نو باش نقول لك انا ما يسالش دونك تاخذ جمعيه اخرى تخلصك بقيت الكونترا اللي فيه دالاس يعني ما تاخذ حتى شيء تكمل بالفلوس اللي كانوا في بقيت الكونترا اللي ما نزل عندك في دالاس يخلصك على شهرين صحيت فوالا كهو يعطوك شهرين اللي مازالوا فوالا ومن بعد كهو تمشي على روحك اما دالاس كي باش تاخذ تاخذ 600000 دولار زايدين فوالا يعني قالوا جايدين راهو بخلاف شهريتو راهو بخلاف القديم صحيح صحيح فوالا بخلاف القديم بخلاف شهريتك القديم تاخذ 600000 دولار بريسك 600000 دولار تضربهم هذوما مادة شرب مادة كري كريوني كريوني عطاني شرب مادة تعبيهم 600000 دولار بون ناخذ منهم كان 300 خاطر هي باش تعبيهم 300 دولار تعبيهم 300000 دولار تلعب بهم تعمل بهم جو نصرفوهم اي فوالا نعرف بهم 300000 دولار برشا بخلاف اللي جا لي عندك ودك تعمل بهم جو واش تعمل تحطهم تحسبهم تبدا عامل هكا نو ما يحسبهمش تعطي ديريكت البنك ما نشوفهمش بكل ما نسهمش بالحق ما تعرفش عندك في البنك خرجت عن النص راني خاطر سيدي بليزو بليزو مو نعرف ما تدخلش يعني كل يوم باك بتاعي نلعب بهم نلعب عليهم تدخل انت عرفتك يبدا يخبي فيهم تحت الفرش يدخل يشوفهم كل يوم يبنن عليهم دور فيهم فلوس تخدم فيهم خلينا نحكيو كاين في اي عندي فاينانشال عندي فاينانشال ادفايزر فاينانشال ادفايزر شنو هي نعرفها موسيقى هذه نعرفها ادفايزر نعرفها كل واحد فاينانشال ادفايزر سموا معايا بالعربي ولا بالفرنسي كونسي كونسي هو اللي ياخذ الفلوس يحطهم في بنكه وتجي ثم حليت مثلا حانوت بتاع ملاوي في دالاس هذيك صحيح هذوك تشيكن وينجز تشيكن وينجز هذيك
لون تورنور بتاع دالاس مش يعطي فيك في وقت ما تمش يسمعك بالعربي ولا لا يفهم ليه حتى كان يسمعني يعرف يعرف شعور متبادل فهمت قلت انت حكيت شيء هذا غادي في امريكا حكيته شيء هذا نو نو يعرف هو من اللي مشيت يكرهني ما يحبنيش لكن كأنك انتقمت اخر سيزون هبتك حبيت توريهم تشوف لطفي انت جوار بروفيسيونيل هاي خلينا نفسروها الوضعيه بكذا انت جوار بروفيسيونيل كي باش تهبط تلعب لازم تلعب باش تربح ما من اللي جمعيه تلعب باش تخسر على الدرافت وكل شيء فهمتني انا باش نهبط نلعب باش نهبط خاطر عندي اجون ليبر باش نخرج ليبر في الصيف دونك لازم نوري ما شنو عندي عطاني قال لي برمشي لعب وري ما عندك لعبت وريت ما عندي فهمتني الماتش تم ماتش الاخراني هذاك اللي زلنا نخسروه ربحناه عبيت تقول اكوز دوما فما ترى بعينهمش باش يربحوه فوالا ربحتو لهم انت فوالا ربحت ربحتو واش يمني فيها ان الجمعيه بالحق ما انا جو في با بارتي من الجمعيه في العام الجاي هو 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 يعني بلغ اخرى هو يعمل في بلان العام الجاي هو بزنس وانت عندك بزنس بلان تاعك فوالا اصور انا باش نكون في الجمعيه العام الجاي ولا تو انت كتبت في امريكا تلعب في سفير اخرى و600 الف دولار وبنكة ودنيا وكراهب وجو على الاخر فهمتنيش ولا وليديز جود تشيكنز والدنيا فما تشيكنز في الحكايه فما ليديز فما موجود اللي يبداو ديما سكود يا تبارك الله حتى في تونس موجود فما موجود موجود وتوانسه قاعدين ينبروا عليك انت في امريكا تلعب الراجل طاير تيران وفما ناس وتجاوب والله ما نجاوبش كيف كنتي ماذا بيكم جد نجاوب كيف كنتي هذا يقولوا لي فنانين كل شنو علاش ما تجاوبوش كيفي انا مقبيله برك ما زلت كي توا وهبط الواحد درا شنو قال لي يعطيك درا شنو وقلت له خليها لداركم يتعشاو بها زيدوا حاجه اخرى ليه باكم نظافه معناها اللي كان كمل نزيد والله لطفي شوف كلام غلط يتقال كلام خايب ساعات ما يقلقكش التشكيك انت انسان شوف وين وصل معناها نورمالمون شعوب اخرى فما بلدان سامحني يعملوا لي جوارات نتاعهم اللي يطلعوا ستاتيو ولا متحف ولا حكايه يعملوا سي مي شوف في تونس ما نحبش يعني نحكي على العباد الكل ثم عباد باهين رو بالعكس يجوني برشا مساجد باهين وبرشا عباد تفهم شنو ام بي ثم تلقى ولد صغير عمره 12 سنه وراك لافي يكتب وكهو وشوف العباد شنو قالتي ولا يتبع فيهم فهمت ما يعرفش انا كنشوف في الكومنتير كنوريه الواحد يفهم باش يضحك عليه هو مش يضحك علي انا خاطر 450 جوار في الام بي لطفي ما فما حتى حد ما يستحقش يكون في الام بي خاطر انت باش تمشي باش تكون في الام بي يعد عليك 360 طبيب يعد عليك 360 انترونور وبعدك تتعدى السكاوت و و و و يعني هذوما الكل 12 سنه صغير هذاك اللي كتب كومنتير ولا الاورديناتور يفهم خير منهم اي اش باش نعملوا كاو هذيك بلادنا ثم ما عرفش حاجه خلت لنا فرنسا ولا شنو يخلي ملاعبي اليوم باسكتور مهما كان بلاصتو في العالم يكون موجود في الام بي شنو هو ماش فما فيزيك فما تكنيك فما ثقافه فما حكايه فيزيك تكنيك هذاك لازمك ولعب لازمك ومونتال لازمك اي اي سورتو مونتال تو لطفي انا نقعد يعني ما نلعبش ساعات نقعد ما نلعبش 8 ماتش شويت بعد يتلفت هو البنك يقول لي صالح ادخل العب تقجول لحتي كومين حاضر ولا كومين لازم تكون حاضر هذاك شو علاش قلت لك مونتال مو لازم تكون حاضر شو يعمل صالح باش يحضر روحه والله نعرف توقعت معاه 4 سنين انا عمل لهم لي كل فازت الكل خايبين الكل عملهم لي دونك حاضر انا نعرف باش ندخل نلعب كيف السي او تي ما نقدرش سي او تي قبل ايه. ما تقدر حد يعني تدخل كونتر مكشخه تلعب كونتر كليب تلعب كونتر باجي تلعب ما نخلقهاش انا زاد ما نقدرش ندخل نلعب ما يهمنيش جات ما جاتش الا غالب باش نعمل تمع بيت تفجع يعني يقول لك شنو عطاني فرصتي كن ثاني انا لعبت وكاو اون بليس انا جي دي لاكسبيريونس يعني لطفي شنو لعبت روك لعبت في ريال مدريد لعبت في بلاصه الكل يعني كومان انتوما كل كالندري نتاعكم معناها شارجي وكل ثلاثة اربع ايام في بلاد وكل ثلاثة كل نهارين ماتش وقتاش تترناو ما بين الماتش والماتش ساعات ما نترناوش ساعات نلعبوا دو ماتش في دو جور يعني نلعبوا اليوم ونلعبوا غدوة معناها الانترمون تاعكم يولي للتيران ذاك الماتش هذاك هو فوالا يولي في الانترمون الماتش هو انترمون والباقي الكل تعديوه في الطيارات حاطط لك الوحدة نتاعك فوالا هيك عندنا جوار لوكا دونسيتش الناس الكل يعرفوه جديد يشوت في شوت ما عرفش كيفاش يشوت في شوتات يعني نتاع شيطان نتاع شيطان فوالا جاه واحد من ليزونترونور هذا اللي يعمل ديفلوبمون دي جوار اه وهذا هذاك هو رقم 77 اللي عطاه الباس اها قالوا لونترونور يا اخي تترين عليهم الشوتات هذوما تشوت فيهم قالوا وين ترين عليهم قالوا وقتاه قالوا في الماتش ترين عليهم اه غاديكا سير بلاس سير بلاس
معناها نحن ماشي في بالنا باسكيت يترناو الجمعه ويمشيو يلعبوا درا شنو اي في تونس في الاوروبا كيك في الاوروبا يلعبوا دو ماتش بار سيمين في تونس في البلاي اوف جو كرو نلعبوا زاد دو ماتش بار سيمين اما غادي كنلعبوا 5 ماتش بار سيمين 6 هو هذايا لوكا تكلم عليه أي قال كان مش صالح انا ما نوصلش للنيفو هذا ندخلوا يعني نرجع الموضوع نتاع التنبير بكري اللي قلتوا انت كي نحتني درس ورجعتني توينسا قالوا خاطر لوكا قال كيكا سالوه قالوا شنو على شنو صالح يعرف خاطر علاقتنا من قبل ريال مدريد لعبنا بعضنا قالوا له صالح يعني شنو باش تاثر فيك الحكايه لا قال لهم صالح كما جيت صالح يعني ما نكونش الجوار اللي انا عليها اليوم فهمتني عاوني برشا وكل شيء فهمتني ما عاونتوش اللاعب وتبارك الله عليهم لاعب الولد فهمتني ما يحكي لبرا يعني في الادابتاسيون تاعو في دالاس كذا اللي يقعدوا في داري اكثر ما يقعدوا في داره قال لك توينسا لوكا رجع صالح يعني الوليد نزل عنده 7 شهور في الام بي ميم با 6 شهور باش يرجع باش يولي يحكم من نهار الاول تما يحكم يختي فهمت كنا كيكا عاد ليبرون جيمس يجيب حومته يكورو في الام بي وكوبي براينت بلغته حومه ورجعت رجعت لا هو قال كيكا ميرسي عليا خاطر احنا صحاب بريتو فهمت ما جامي دو لا في كان دالاس باش ترجعني على خاطر لوكا دالاس رجعتني خاطر نستحق نرجع وكهو باش نوريك لقطات طريفة شوية كل لقطة عندها حكاية واضح اوكي الاولى تروا بوان سقيك لعبت فوت انا قبل بدنا نلعب باسكيت هذا زويتو لعبت دونك تروا مارينز هذوما قالوا لي تماركي 3 بوان ماركي 3 بوان قال لي بعد ماركي 3 بوان على ساق واحده بون هزيت ساقي وشط على ساق واحده ماركيتها بعد خويا ماركي على ساق واحده من غير يديك دونك عندك شانس الاخرى باش نشوطها بساقي الاخرى شطها دخلت بون زهر زاد اللي بعده اللي عمل لي رياكسيون هذاك ظهر لي جن مجنون نتاع الباسكيت كوبي براينت قول انت مارادونا كوبي براينت معناها مارادونا نتاع مارادونا نتاع الباسكيت في جوز اولمبيك اللي لعبنا كونتر ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال في جوز اولمبيك في لندن زماتش وعجبو ما عادش يلعبو تحس كي كوبي براينت عمل رياكسيون هكا بالنسبه لك انت بوان في كاريرك حاجه باهي نورمالمون رياكسيون تاعو يعني ما كانش ما شوف السكور زاد تبارك الله فهمت ما كانش يتصور واحد من تونس بجعوا الفاز هكاك نحن نلعبوا ضد امريكا وقتها اي هكا هو 58 باهي تسمى 58 ما قعدش 300 جلديه بالرسمي واحد كيلعب ضد امريكا ويبدا عام 58 102 تسمى جلديه ناس خلقوا الباسكيت اي لا مش جلديه زاد ياسر سكور كمان في الباسكيت اما كاو يعني احسن 12 جوار في العالم يلعبوا كونتر ليكيب ناسيونال تاع تونس لاول مره تمشي للجوز اولمبيك وكاو فوالا اللي من بعد بريك بلوك شوت باي سوليفان هيز اولويز بين نون از ذا كي دي ستوبر جست نيدد هيز اوبورتونيتي تو فيس ات هذاك اللي عملته كونتر انت توا كيفن دورانت هذايا صاحبي انت عملت له كونتر هذايا يعتبر توا من اقوى الجوار في العالم ضيقتها له شويه مش برشا هذا كان اخر مارادونا هذا كريستيانو بالحق نخاطبوا تونس بلغه لازم نفهموا حتى انا زاد افهم لا بالحق هذا توا بالنسبه لي انا احسن جوار موجود في الانبياء توا بون ثم عباد يقولوا ليبرون جيمس مي هو تو تبارك الله عليه يعني تفضل Let's go.
اخر ماتش مركيت فيه في الام بي اي؟ مرياس برشا الحكي ما عندهاش برشا الماتش قبل زوز الاخراني. وليت بديت تقرب تقرب بعد وليت تعمل لك تفزعك عليهم من الاخر من الحومه نشوف في 3 بوان. اي ريت تو انترنال حكينا عليه بكري اول ما مشيت انا شوت 3 بوان في ريال مدريد شوت 3 بوان هو شنو كونسيبت بيج مان ما يشوتش 3 بوان بيفو ما يشوتش 3 بوان. قبل سيري فالا بيدي كي جا رناني في الاطوال قال لي شوت على روحك من ثمك قلت نشوت انا فهمتني تحيه ليه بالمناسبه. حتى سي عادل زاد في الكيب ناسيونال خلاني نشوت زاد في ريال مدريد فرتو لعبت في الاوروب خلاني نشوت جيت هو قال لي لا ما تشوتش لا تشوت لا 3 بوان لا 2 بوان انت ازماتش يا كونتر وروبون وكهو. بعد ما تنحيت بعد ما نحاول الكونترا نتاعو رجعوني عيط لي قال لي في فير شوت على روحك فهمت ولاد شوت 3 بوان قاعد ماركي كل شيء تشوف ديجا في الريكسيون تاع الاولاد صحابي في البنك كيفاش فرحانين وكل شيء يعني دونك ما فهمتش علاش ليميتيني يعني خلي ما تشوتش ولا ها بعد صايب لك حلك اللعب علاش؟ لا اعلم بيش نوت مهبول شويه هو زاد ممسوس هو ممسوس مش معناها حاجه ضدك انت هو اون جينيرال ممسوس شويه مي معايا انا ممسوس برشا تحير له العرق هاي ما نحبش الافريكان ولا راسيست والله ولا عارف فما مشكله شخصيه ما بيناتكم صارت؟ نو جامي هو من نهار الاول يعني من اللي مشيت انا لدالاس قال لي ما ماذا بيك ما تدخلش التيران بالكل يعني حتى في الانترنت عربي خاطرك مسلم والله لطفي ما نحبش انت العربي المسلم الوحيد في الجروب اي 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 ما فماش عربي كل بريسك في الانبي هم وانت المسلم الوحيد في فما بلاك مسلم هو نعرفش عليه والله لا نعرف عليه شنو مشكلته بالضبط بعد يجي يقول لي نحبك واحسن لاعب عندي انت و وا 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 بالك شي خاطر يحبك يخاف عليك ما يحبش العباد يشوفوك بون البسيكاتر قال لي بتتر بسيكاتر قال لي بتتر تخاطر مارك كيوبن رئيس الاكيب الاونر مش رئيس يعني مولى الاكيب هو اللي قال هو حط عليه برشا بريسيون كي مشيت خاطر هو اللي جابني الاكيب لاعب صالح لاعب صالح لاعب صالح لاعب صالح هو ما يحبش يلعبني ساعتها فهمت رياكسيون رياكسيون زاد كرهني من الحاله هذيك تعملوا بسي انت قلت لي بسي تعملوا بسي في اي عدنا مع الاكيب ديما 24 سافر معنا كل شيء ديما في الانترينمون كل شيء شنو هو الانكادرمون تاع ايكيب ام بي اي نحبوا نفهموا شنو هو فما شنو فما الايكيب اللي دايره بكم شنو هي؟ برشا عباد برشا عندنا ثلاثه اربع عباد يعملوا ميديا هذوما اللي بحذا الايكيب اللي خرجن من الايكيب لا برشا اللي في الايكيب اللي داخل اللي داخلين معانا يعني اللي موديل كيمي نو كل شيء بالبرشا طب طب لا معنا طبيب عندنا طبيب قريب وحده طبيب ركبه وحده طبيب ظهر وحده طبيب بالحق تحكي ولا العظيم ولا مش نفدلك ولا كيما نحكي لك اما ما يسافروش معنا هذوما يخدموا ارواحهم يجيو نهار الماتش والا نمشيو لهم احنا كيف خاطر يخدموهم زاد عندنا كل قطعه في البدن عندها طبيبها اكزاكتومون بالحق مانيش نفدلك يعني كل سبيسياليتي موجوده طبيب نتاعها وحده وش ناس تسوى مليار دولار دونتيست كذا كل شيء كل شيء حاجه كل حاجه طبيب عينين طبيب كذا طبيب كذا كل شيء هو ولا وبسيكياتر بسيكياتر هذاك ديما معنا ثميك ستر بلاس هذاك تابع الليكيب صحي تابع الليكيب خاطر سي انتريسون سي يعني مهم برشا البسيكاتر في الحكايه مش بار اكزامبل ركبه توجعني تعرفش تعرك انت وصاحبك جوا تتعرك انت وانترونور مش احنا نمشيو نروحوا حتى ليزونترونور نتعبهم الانترونور الكبير اي 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 يمشيو قال لي ليزونترونور يجوني اكثر من جوارات خاطر ديما نحكي معاه انا علاش عمل لي هكا في السيتياسيون هذه شنو نعمل شنو نتصرف شنو نقول فهمت حتى هو يمشي له فما برشا تفزعيك في الام بي اي برشا فريم برشا برشا شنو النوع نتاع تفزعيك في الام بي اي عبيت تفزعك يقول لك بار اكزامبل انا عندي اسانسور في داري هكا اللغه هذه انا عندي 18 كراهب انا عندي خمسة ديار دار في ما نعرف شنو دار في ما نعرف شنو انا عندي مش يحكيوا على ديار عاديين نو دار كي يقول لك دار يعني الدار المزمره 5 مليون 5 مليون حكيت اي بون 15 مليار تونسيه ولا ولا يبداش عنده واحده برك نو هذيك مزمره راه قلت لك يعني الدار المزمره 5 مليون كل حاشم بها زوال يا بدولاي انا مسكينه وانت يا ناي ايش عندك؟ ما عنديش انا كاري انت يا كاري في الصحراء معذب والله معذب صاحبي فوق السطوح كاري انت ومازالوا مقشطلينك غادي حوايجك مقطعه ما خلانيش لونترونور خلانيش نشري دار لا والله مسخف تانا عاونوك صالح بربي الاولاد عندك خدمه زاد قاعد تخدم فيها ما يعرفوش العباد اللي انت تحاول قاعد تطلع في اللي جوار الامريكي صغار اي بالفونداسيون تاعي يعني قاعدين يجيو لنا لتونس وبلدان عربيه اخرين زاد نمشيو نشوفوا الصغيرات نلعبوا معاهم بيان سور بالدعم نتاع الام بي تو عندنا 15 صغير منهم 10 توانسه
في اليونيفرسيتي يعني نشوفوهم يعجبونا نهزوهم لامريكا نجبرهم سكولارشيب يعني سكولارشيب يعني ثم طول عام في القرايه في امريكا مينيموم 25 30 ميل دولار دولار في الشهر في العام سمحت قديش عمرهم هم اللي هزيتهم 17 22 زون والله برافو عليك 22 زون غاديك ولا 22 زون لا صح انا قاعد لا ذاك من كل مستقبل تونس. طبعاً شانس صغار أظن بشو واحد منهم يلقى روحه جون غون جوار ولا. والله بوركو با شوف راهو أسهل طريق بخصوص الأمبيس بتاع طريق لونيفرسيتي. هذاك علاش باغ إكزومبل لونترونير نتاعنا يكره لي جوار انترناسيونو اللي أنا جوار انترناسيونال يعني جيت من هنا ما يحبش يحبوا ماذا بهم يعني واحد عنده مونتاليتي نتاع لي زاميريكان ديجا قرا غاديكا تعلم باسكت غاديكا وكل شيء. فوالا باركور تاع جامعة ونيفرسيتي كوليج وجامعة وكل شيء يحبوا ماذا بهم يعني في أسهل الانتجراسيون نتاعه ولا الادابتاسيون نتاعه تكون أسهل من أنه جوار يجي من الأوروبا وكيف كيف أنا كل شيء. فما صغار أظن شكون عيطوا لهم هنا كيب ناسيونال من بعد ولا؟ صغار اي في الصغار يعني كنت ناسيونال صغار ثم واحد منهم واصف هو احسن واحد فيهم يلعب ديفيزيون 1 توا في امريكا في اليونيفرسيتي في فيرفيلد قروي اصله كان قبل يعني في القروين باهي جاء عمناور مع كنت ناسيونال شويه من بعد رجع لازم يقرا في الصيف خاطر عنده دي زيكزامان وكل شيء ما ديكور يعني في الصيف لازم يكملهم رجع قبل ما نختمه وقبل ما نخلي لك كلمه الختام الكيب ناسيونال عندها كوب دو موند في الصين 31 اوت ان شاء الله اي شكون موجود ان شاء الله اي بيان سور شنو ان شاء الله كلموك ان شاء الله ان شاء الله اي قعدنا قعدت مع سعليم زدت مخلص مع الانترونير باش نقعد معاه نهار الثلاثاء الجاي ان شاء الله تفهمنا ان شاء الله نجي دي بي اوت انا مع الاولاد الاولاد باش يبداو قبل بشويه عندنا بروغرام دو بريباراسيون حلو باهي باش نلعبوا كونتر فرنسا نسلك سؤال محرج تجاوب نجاوب ليه نجاوب كل شيء موقف مش خط لي انت مش خط لي بكري راك ديريكت لا اسمع اسمع ليكيب ناسيونال نتاعنا في فورما باهية هاي باهية باهية عندنا جوارات باهية عندنا كيب باهية كيب باهية كيب باهية عندنا حظوظ عندنا كيب باهية والكيبات اللي باش نلعبوا لهم كان يقعدوا كيما هما اللي نعرفوهم توا عندنا شانس كبيرة بنجم نتعداو الدور الثاني يعني ايران وبورتوريكو عندنا معاهم شانس بورتوريكو اللي هي يعني ناسيون دو باسكيت مي توا الكيب اللي عندها توا ماهيش باهية انا عندي صاحبي يعني اللي معايا من بورتوريكو في دالاس قال لي يحب ياخذوا تروا جوار ام بي واحد منهم سي سير سايب الشمشي قبل ما يلعب في قبل ما يبدا قبل ما تبدا كوب دي موند فوالا كان ياخذوا باش ياخذوا سي انت غادي باش نتقابلوا اما ثم زوز اخرين زاد باهين كان ياخذوهم تبدل الكيب نتاعهم شو الكيب من غير سون تروا جوار ام بي اي افيك تروا جوار ام بي تفرق هي الكيب نتاعهم تقعد هكا بالجوار هذا نجموا عندنا 50 50 مع ايران عندنا احنا 60 40 فهمت تحسبها هكا يا اي فوالا دونك عندنا شانس يعني احنا وايران وبورتوريكو هي اسبانيا هذيك انتوشابل خاطر قويه من بعد ثلاثه كيبات هذوما كلنا عندنا شانس باش تعدى الدور الثاني شنو تربح الماتش وتنجم تربح الماتش تعدى الدور الثاني ان شاء الله بون شانس ليك وللكيب ناسيونال صاحبي اغزر لي مليح صاحبي اغزر لي مليح في عينيا اسمع باش نعاود نتحداك مره اخرى باسكيت صاحبي انا اسمي ما نشعفش خاطر السيزون هذيا ما لعبتش برشا وانا بيدي حطوني على البنك من نهار لعبت معاك انا يا خويا مالك دي في باسكيت ام بي اي رجعنا 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 مع عبدلي شو تايم كما تشوفوا انا عندي البانو نتاع الباسكيت هذيا الوحده اللي يحطوا فيها الكره باش نعملوا ديفي مع صالح كيفاش انا نبدا نتحرك كي هو يبعث الكره هنا الكوندويت هذوما والكاسك على مياتي خويا نعطيه دقيقتين يشوت فيهم ان شاء الله نقعد حي وينو صالح ساعه اولنا فوق فوق جيب لي راماسور جيب بيبليك ايش شكون يحب يجي راماسور شكون ميسال شحط هذايا كما لقيت قمر فيه قمر فيه هذايا برك الله علي ساحه بدينا اوكي صالح برا سمك سايسني خوك والله والله واضح حاضر صالح حاضر حاضر يلا باه راماسور انت بعد غادي بعد غادي انا باش نتحرك راهو Thank you.
الموسيقى دي. راسي زنزل في عقلك ولا بالحق شو يصير يرا مش نفتكوا هكا مش معناها على اربعه دور وباش يمرمدوني التاسع هكا ما تحرك ما تحركش بالنظر بكش حتى كان شيء صحيح تضرب قص عليا نفس هنا قاعد تضرب فيا من ما قدز مالك شو اسمه انا باندي البندر هذاك ولا شكون يخدم معاه ولا عنده حق لو تنهار بتاعي شد انت اخويا بانو شد ايش ها ما تخافش انت ما تخافش شد بانو شد انت شد خويا لا لا سي بون حب كاسك حب كاسك لا لا سي بون ولا ولا ما حسيت روحي الضحيه نتاعو هاي اخويا تزيع على المهم ماركي علي عاد علي 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 كيف تاع الباسكيت بالضبط هاي كي هذا علي برسمك حتى كي مشيت لكاكه معناها الريح حزك مش انت كي مشيت لا لا الكورة جبدتني كورة جبدتك معناها قوة لعب مرحش خوي يرحم وديك صح نحل مريول والله يا صاحبي استنى نحل مريول عاد نحل مريول رقبتي بوستك كي رقبتي عنزت والله مش طايش مريول الببليك لا طايش مريول الببليك نحبش ما زلت نحبش نوري بدني للعبيد واو عطتك واو تقول لحنايا ما تولوا صح والله قسما هذا من يا صالح لا تعرف لا تعرف ايش معي ايش معي تعرف علاش نكلمك ونسكت تتفجع لا هاك مش تفجع تو الصوت يوصل لك صالح ميرسي بوكو سي توجور ان اونور والله برجوليه اللي عندنا انسان كيفك التونسي منورنا في الان بي اي وزاد محليك وسمباتيك العادة وصاحبي كلمة كنت تحب تقولها كنت تحب تشكر حتى باللونجلي وتعديها لهم وهذا chicken wings this is we are we have the best in the world صالح MBE شو اسمه الانترنور هو بتاعك ريك كارلا ريك كارلا yes listen to me him listen to me him اسمع شي يقول لك طب واتي صح سبوا شي يمك هذي معك سبوا بالعربي بالعربي سب بالعربي بالسود قل له كانت راجل ليجا انت ترجم له ولا if you are a man ايش بك متخبي اسمعني ابتو قل له انا بالعربي ترجم له بالانجليز قل له قل له بالعربي ترجم له انا بالانجليز مرسي بوكو كوتش على عملت معي الكل الصايب بالباهي ثانك يو بيكو بيبي ثانك يو بوكو ثانك يو فيري ماتش كوتش كوتش وات دو يو دو وذ مي هاف يو دن يو مان انا قاعد قاعد تقرا في مخي انت قاعد ترجم اللي في قلبك زاد اخي تكلم صحيت صحيت عجبتني الحكايه امشي باب امشي مرسي بوكو على بال الكل تشجع فيا وحتى اللي مش تشجع فيا مثال اشتراك ثانك يو فور ايفري ون هو سبورت مي سبورت مي اي بيه امشي امشي حتى اللي مش تشجع فيا زاد اند ذا دونت سبورت مي داون اف يو دونت سبورت مي داون مان بركة شيء مكفيها على حسابي مستر صالح سيد اوه